طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. من موقع الموقع بوست، صحفي يكتب إلى أطفاله من سجون ميليشيا الحوثي: اليمن تستحق أن نضحي لأجل أن تكون وطنا للجميع. ومن موقع سبتمبر نت: 4 أشهر لتأهيل أطفال قاتلوا في صفوف ميليشيا الحوثي. وصحيفة عربية تتحدث عن ميناء الأثرياء في مدينة الفقراء. ومن القدس: تركيا تصدر 1,100,000 كعكة على شكل قلب في يوم واحد. أهلا بكم. احتفى أحد الصحفيين اليمنيين المختطفين في سجون ميليشيات الحوثي الانقلابية منذ ما يقارب 3 أعوام بالذكرى 7 لثورة 11 فبراير بطريقته الخاصة، حيث بعث الصحفي عبد الله المنيفي، والمختطف لدى ميليشيات الحوثي منذ قرابة 3 أعوام، برسالة إلى أولاده بمناسبة ثورة فبراير. وقال المنيفي في رسالة بعثها إلى أولاده بعد أن رسم فيها شعار فبراير بلون واحد: أولادي الأحبة، خرجنا في 11 فبراير 2011 من أجل وطن حر وآمن ومستقر لكم ولكل اليمنيين. وأضاف: خرجنا ننشد الحرية والعدالة والمساواة والسلام لنصنع مستقبل أفضل للجميع، ينال فيه الجميع حريتهم، ويحصل كل أبناء اليمن على حقوقهم في التعليم والصحة والعمل. وتابع الصحفي المنيفي قائلا: خرجنا ونحن نحمل الحب والورود ونرفع راية الوحدة والسلام لنبني دولة مدنية حديثة. وقال: ها أنا اليوم أشهد الذكرى 7 للثورة الأكثر حضارية، وأنا في السجن ولا زلت كما الملايين نتطلع إلى تحقيق الأهداف السامية التي خرجنا من أجلها رغم ما تعرضت له من اعتقال وقمع وتعذيب. في اليمن تستحق أن نضحي لأجلها لتكون وطنا لكل اليمنيين دون إذلال أو قهر أو استبداد. وعلق: أثارة الرسالة القادمة من سجون ميليشيات الحوثي موجة ردود واسعة لدى اليمنيين، بأن رسالة المنيفي تثبت عدم يأس اليمنيين، وبأنهم لا يزالون يدفعون عن ثورتهم حتى تحقيق الدولة المدنية وإنهاء الانقلاب الفاشي. إلى العناوين الرئيسية في صحيفة أخبار اليوم، نبدأ من لحج: مواجهات عنيفة شمال كرش والجيش يسيطر على جبل الهشمة. ومن معارك الساحل الغربي: مقتل 23 حوثيا بينهم قيادات ميدانية أثناء معارك أطراف الجراح بالحديدة. وأيضا من صنعاء: الحوثيون يستعينون بالقضاء للاستحواذ على أموال وأملاك صالح. وعنوان أيضا: الطيران يدير مخزنا للذخائر غرب مأرب والجيش يعلن تحرير مواقع استراتيجية بالجوف. اكتشفت فلسطين أنها وحدها وصارت صرخة: أيها الوحدك. عنوان لكل العرب الذين تركهم الانهيار الحزيراني من دون قيادة. هذا جزء من مقال كتبه إلياس خوري في القدس العربي، متحسرا على المآل الذي صار إليه العرب مجتمعين وفرادى. وقال الكاتب: حين ننظر إلى الوراء من بحار الدم والألم التي يغرق فيها المشرق العربي، نكتشف أن ما تبقى من العروبة هو حقيقتها الأدبية. صناع النهضة، أو ما نطلق عليه اليوم اسم النهضة، كانوا مجموعة من اللغويين والأدباء من الشدياق إلى السياب ودرويش ومحفوظ. كان المسار الشرقي محكوما بإيقاع وحيد هو إيقاع الأدب، الذي حاول أن يجسد الفكرة العربية في اللغة والنتاج الفني. أما في الحقول الأخرى، السياسة والفكر الفلسفي والاجتماعي، فكانت العروبة أسيرة رومانسيات عفلق والأرسوزي أو دعوات الحصري والفكر المتأثر بالفاشية، ما سمح للضباط بامتطائها وتحويل الحياة العربية إلى كابوس من الرطانة اللغوية والقمع الأسود، الذي وصل إلى ذروته مع الفشل المأساوي للناصرية في المواجهة العسكرية عام 1967. انحلت الناصرية إلى أشكال كاريكاتورية رثة مع ورثاء ناصر، وجاءت الحقبة السعودية
التي تصدت لقيادة العالم العربي نحو الهاوية، وهي الدولة التي حاربت الفكرة العربية طويلاً باسم الإسلام. مع انحلال عروبة الضباط حصل تطور شبيه للمشاريع القومية القطرية التي كانت في صدام مع الفكرة العربية، كالقومية اللبنانية المبنية على الأسطورة الفينيقية، أو القومية المصرية الفرعونية، أو القومية السورية الجغرافية. سقطت الفكرة العربية ومعها سقطت هذه الدعوات القومية الصغرى أيضاً، فضربت الدول تفكك طائفي وديني، وبدلاً من أن يسير القطر هو الدولة الأمة، تهاوت الأقطار وتفككت الأمم، وارتفعت دعوات التقسيم، وصار المشرق ملعباً للقوى الكولونيالية القديمة والجديدة. أما صورة العربي فقد تراوحت بين الحنين إلى ماضي مفقود والعيش في حاضر محطم. فتحنا قوة الماضي كي نهرب من الحاضر، لكن بدل أن يأتينا صلاح الدين أو الظاهر ببرس محررين، أتانا العسكر الذين فتحوا الطريق أمام ممالك التيارة الأصولية، فسقطنا قتلى وأسرى بين أيدي جنكيز خان وتيمورلنك، ورأينا جحافل المغول الجدد تمزق بلادنا التي جعلها الاستبداد خرقة مثقوبة بالطائفيات والأصوليات المتنوعة. صراع بين مؤسسات الحوثيين وفقا لعنوان جاء في موقع يمن مونيتور، والذي تحدث عن حالة انقسام بين صفوف ميليشيات الحوثي، لكنه انقسام حول من هو الأحق بأموال اليمنيين. وقال التقرير: لم تتمكن جماعة الحوثي من احتواء خلافات كبيرة داخل مؤسساتها المسؤولة عن تحصيل الجبايات من رجال الأعمال وصغار التجار، وخرجت الخلافات للعلن بين المؤسسات المجهود الحربي ومؤسسات الشهيد ومؤسسات الجريح، وما دفع التجار باستباق المشهد بإعلانهم التبرؤ من مجاعة قادمة إذا واصلت الجماعة ابتزازهم لعدم أو لدعم مؤسسات الحرب الداخلية. وقال تجار ليمن مونيتور إن المؤسسات الحوثية تتصارع على الجبيات بالرغم من أن كل المؤسسات تفرض جبيات مختلفة، ومع هذا الصراع تزداد الجبيات، ما ينذر بكارثة. وقال مراسل يمن مونيتور في صنعاء إن اجتماعا الأسبوع الماضي لكبار رجال الأعمال في القطاع الخاص رفض استمرار فرض جبيات وتحصيل أموال منهم تحت بنود المجهود الحربي ومؤسسة الشهيد ومؤسسة الجريح من قبل عناصر ينتسبون إلى الحوثيين. يعلق موقع المصدر أونلاين في تقرير خاص حول مهرجان أقيم في العاصمة المؤقتة، ويعنون الموقع: عدن تبعث رسالة حب وسلام عبر مهرجان فني وثقافي. وقال الموقع: شهدت مدينة عدن اليمنية النسخة الرابعة من مهرجان الحب والوفاء الفني والثقافي الذي أقيم في ساحة كورنيش الشهيد جعفر محمد سعد وسط مشاركة رسمية جماهيرية كبيرة. واشتمل المهرجان على فقرات مسرحية وثقافية ورقصات شعبية وفكلورية ومعرض للصور والرسوم الموروثات والشعبية. وقال رئيس مؤسسة الحب والوفاء لعدن أو رئيسة مؤسسة الحب والوفاء لعدن سحر نعمان: أردنا من خلال إقامة المهرجان التأكيد على الحب والوفاء لمدينتنا الجميلة المسالمة، وإيصال رسالة مفادها أن عدن في خير وأمان على عكس ما يروج عنها في وسائل الإعلام المختلفة. وأضافت نعمان: إقامة المهرجان يأتي بعد فترة قصيرة من الأحداث المؤسفة التي شهدتها المدينة أواخر يناير الماضي، إنما هو تأكيد على عودة الحياة لطبيعتها. كم من الحرية يكفي؟ يتساءل الكاتب الأردني خيري منصور في مقاله المنشور في الخليج محاولا الإجابة. الحرية ليست الفوضى، وليست اقتحام المتاحف والسجون والبنوك وتدمير مؤسسات الدولة. الحرية كمفهوم مدني وإنساني لا تعني الانتهاك والاستباحة. وكان الكاتب الراحل يوسف إدريس يعرف أكثر من سواه أن الحرية تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين. والأرجح أن ما قصده إدريس الذي عرف بجراءته في النقد الاجتماعي بالحرية هو ممارسة النقد الذاتي من أجل الترميم والبناء وليس من أجل التفكيك والهدم. وقد يوجد مقابل إدريس كتاب يرددون العبارة ذاتها لكن على طريقة الحق الذي يراد به باطل. فالهدم سهل ورخيص التكلفة بعكس البناء، والعمارة التي يستغرق تشييدها أعوام تتحول إلى ركام في دقيقة واحدة. والحرية لمن يسيء استخدامها ولا يعرف حدودها كالسكين بيد مجنون. ما دفعه العالم العربي من أثمان للخلط بين الحرية والفوضى يكفي لأن يتحول إلى فوبيا في الذاكرة.
ولأن من مارسوا الحرية على طريقة دخول الفيل إلى متحف كانوا أسوأ ممن ثاروا عليهم. فالمسألة في النهاية ليست انتقاماً بقدر ما هي انتقال من طور إلى آخر بهدف التقويم وإعادة التوازن إلى واقع استبد به الخلل وقلب معادلاته كلها. وقد يكون الفارق بين النقائض كلها وليس فقط بين الحرية والفوضى مجرد شعرة، فالحر ليس عبداً لدوافعه سواء كانت سياسية أو طائفية، وهو أيضاً يدافع عن حق خصبه في التعبير عن نفسه، كما قال فولتر حين أعلن استعداده للموت دفاعاً عن حق خصومه في التعبير عن مواقفهم، وذلك لإدراكه أن من لا يبالي بحرية الآخرين لن يجد من يبالي بحريته حين يفقدها. إلى موقع المشهد اليمني والذي تابع جزءاً من الحياة في عدن وعنوان الموقع: عدد المسافرين الواصلين عبر مطار عدن الدولي في 2017 أكثر من عام 2016 بثلاثة أضعاف. وقال مدير جوازات مطار عدن الدولي العقيد أرسلان جواد أن عدد المسافرين خلال عام 2017 المنصرم أكثر بثلاثة أضعاف من عام 2016، وبأن الواصلين إلى مطار عدن في العام الأخير من اليمنيين بلغ 66,221 من العرب والأجانب و10,813. وأضاف أن المغادرين لمطار عدن في ذات العام من اليمنيين 78,000 ومن العرب والأجانب 12,000. وحول الحالات المضبوطة فقد بلغ عدد القضايا المضبوطة جنائيا ومدنيا 13 قضية، وفي القضاء المضبوطة وفي القضايا المضبوطة إجرائيا 43 حالة. وأكد العقيد أرسلان بأن هذا التحسن في عدد المسافرين يأتي نتيجة جهود متواصلة من طاقم الجوازات العامل بالمطار والقوى الأمنية التي تتولى الحفاظ على أمن وسلامة المطار والمسافرين. شاهدوا زملائهم وهم يقاتلون أو يصابون، كما أطلقوا نيران وقاتلوا جنودا من المقاومة، ومع كل ما اقترفوه إلا أن برامج كثيرة في مأرب تسعى لإعادة تأهيل الأطفال المحاربين. وعنوان: أربعة أشهر لتأهيل أطفال قاتلوا في صفوف ميليشيا الحوثي. وقال موقع سبتمبر نت إنه بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة تجنيد الأطفال وبرعاية وتمويل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، دشنت مؤسسة وثاق للتوجيه المدني في محافظة مأرب المرحلة الثانية من برامجها في تأهيل الأطفال المجندين وتوعية أسرهم بمخاطر تجنيد الأطفال وكيفية التعامل معهم. وأوضح القائمون على البرنامج أنه يستمر أربعة أشهر سيتلقى فيها المستهدفون من الأطفال دورات مكثفة لدمجهم في المجتمع من جديد من خلال تأهيلهم نفسيا واجتماعيا ليكونوا قادرين على ممارسة حياتهم الطبيعية ويبتعدون عن أي سلوك عدواني اكتسبوه من مشاركتهم في الحرب. المرحلة الثانية تستهدف تأهيل 80 طفلا مجندا من مختلف المحافظات وتوعية 80 من أولياء الأمور من قبل مختصين نفسيين واجتماعيين وأنشطة رياضية ورحلات ميدانية، إضافة إلى إقامة دروس فصلية في المنهج التعليمي اليمني وإعطائهم ما فاتهم من قبل مدرسين مختصين. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، خلوا معنا. نلاقي مثلا بعض الإغاثات لم تكن بشكل رسمي وإنما تكون بشكل منقطع ليست بشكل. أهلا بكم من جديد. الحديدة، ميناء الأثرياء في مدينة الفقراء، عنوان اختارته صحيفة العرب الجديد، وقالت في تفاصيله بأنه لا شيء ينتشر في شوارع الحديدة أكثر من المتسولين وصور القتلى وشعارات جماعة الحوثي إلى الدراجات النارية والمطبات العشوائية وأكوام القمامة. أما شواطئها الجميلة والمفتقرة لأي خدمات فهي ممتلئة بالسيارات الفارهة لزوار المدينة الساحلية كمتنفس وحيد لسكان العاصمة ومحيطها في فصل البرد. وفي المساحة الموازية لطابور السيارات الطويل تركض خيول علي عبد الله صالح التي تم سرقتها من مزرعة في منطقة الحسينية التابعة للحديدة
يعرض صاحبها على الزوار التقاط صور تذكارية على ظهورها. شاب حديدي همس بغضب ممتزج بالخوف متذمرا من هيمنة الحوثيين على مدينته. يريدوننا أن نأكل شعارات ونتعالج بصور الشهداء، فلا شيء يتجدد باستمرار في المدينة غير لافتات الصرخة وصور من سقطوا في الجبهات ليس بدون مقابل فقط بل بدون جثة أحيانا. نسبة الفقر في الحديدة هي الأعلى في اليمن رغم سعة أراضيها الزراعية، فالزراعة مكلفة لأنها تحتاج لحفر آبار ارتوازية للري، لا يقدر عليها إلا الأثرياء الذين يقومون أيضا بشراء الأراضي من الفقراء بمبالغ متواضعة ثم يوفرون مستلزمات زراعتها ويشغلون عمال فيها بأجور زهيدة للغاية بعد أن كانت ملكا لهم. كشف الناطق باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي كما ورد في صحيفة الحياة العثور على طفلين غير يمنيين يقاتلان مع ميليشيات الحوثي. علمت الحياة أن عمرهما يقل عن 15 عاما. أوضح المالكي في مؤتمر صحفي عقده في الرياض أن الحوثيين يستخدمون الأطفال جنودا يزجون بهم في ميادين القتال، وقال إن هناك طفلين من غير الجنسية اليمنية في عهدة قوات التحالف والتنسيق جار مع سفارات بلديهما لتسليمهما. وأشار إلى أن عدد الصواريخ الباليستية الحوثية التي استهدفت السعودية بلغ 95 صاروخا، وأفاد بأن التحالف منح 18 تصريحا لمرور المعونات إلى اليمن منها تصاريح بحرية متخصصة للمواد الغذائية والطبية، مؤكدا أن عدد السفن التجارية الموجودة في الموانئ اليمنية كاف يبلغ 14 سفينة، في حين أن 19 سفينة أخرى تحمل مشتقات نفطية وقمح وسكر وبضائع متنوعة تنتظر دورها، وهناك 36 رحلة جوية انطلقت من اليمن هذا الأسبوع على متنها 3000 راكب. صارع سياسيون لعقود من الزمن من أجل كيفية التعامل مع المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني والذي يبلغ عددهم الآن حوالي 11 مليون شخص. هذا جزء من افتتاحية صحيفة نيويورك تايمز والتي نشرت تحت عنوان نظرة ترامب المختلفة إلى الهجرة، ترجمها علاء الدين أبو زينة وجاء فيها: الهجرة في حد ذاتها تعد على نطاق واسع جيدة لأمريكا وللحلم الأمريكي، وتظهر وفرة من الأدلة أن المهاجرين يساعدون الاقتصاد في النمو، وهم أكثر احتمالاً لامتلاك أعمال تجارية أو لبدء هذه الأعمال من المولودين في البلد. ومن أصل 87 شركة مملوكة للقطاع الخاص من التي تقدر قيمة الواحدة منها حالياً بأكثر من مليار دولار، كان 51% من مؤسسيها مهاجرين. ثمة أسئلة تستحق النظر والنقاش حول ما إذا كان على الولايات المتحدة أن تقبل بمهاجرين أكثر مهارة، وما هي المعايير التي تستخدمها لفحص المتقدمين. ولكن مثل هذا النقاش لا يمكن أن يتكشف في ظل تهديد ترامب بطرد الحالمين في القريب العاجل. وإذن ما الذي يسعى الرئيس ترامب إليه حقا؟ وجد استطلاع للرأي أجراه معهد غالوب في يونيو الماضي أن 62% من الأمريكيين يؤيدون الحفاظ على مستويات الهجرة الحالية أو حتى زيادتها. وبما أن البلاد تتمتع بمعدلات توظيف كاملة تقريبا، فإن توقيت هذه المطالب المناهضة للمهاجرين قد يبدو غريبا. ومع ذلك فإنه ليس أكثر غرابة من حديث الرئيس المتصل بالجريمة في وقت أصبحت فيه معدلات الجريمة أقل من أي وقت مضى، أو هاجسه المستمر إزاء الإرهابيين الإسلاميين على الرغم من أن مكتب المساءلة الحكومية وجد أن المتطرفين الأمريكيين اليمينيين ارتكبوا عددا أكثر بكثير من الهجمات المحلية ضد الأمريكيين منذ العام 2001. ويبدو أن نهج ترامب لا يهدف إلى ترشيد نظام الهجرة بقدر ما يهدف إلى إثارة حماسة مؤيديه الرئيسيين عن طريق شيطنة الناس من غير البيض، كما فعل عندما أهان المهاجرين من دول مثل هايتي والمكسيك في حين أثنى على المهاجرين النرويجيين. صحيفة القدس العربي قالت بأن شركة تركية بولاية كوجلي صدرت 1,100,000 كعكة على شكل قلب إلى 8 دول في أوروبا وشرق الأوسط بمناسبة عيد الحب
أو عيد الحب الذي يحتفل به حول العالم في 14 فبراير. وخلال حديثي للأناضول قال رئيس مجلس إدارة شركة بيز للمواد الغذائية تيتشين أوغلو أنهم يتلقون الطلبات بمناسبة عيد الحب منذ بداية يناير، وصدروا حتى الآن 1,100,000 كعكة على شكل قلب. الدول المستوردة هي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وبريطانيا والسعودية وقطر والكويت. وأضاف أوغلو أن الكعكات التي تنتجها شركته يمكن الحفاظ عليها مجمدة لفترة تصل إلى عام كامل، وأنهم ينتجون 60 نوعا مختلفا من الكعك ويلبون احتياجات السوق الداخل بالإضافة إلى التصدير. الأقدار ولا سواها هي التي دبرت ورتبت فصول هذه القصة الإنسانية الملهمة، كما تقول صحيفة البيان. فتاة من عائلة ثرية تدعى ملك هشام تخرج غاضبة بعد مشادة مع والدها لرفضه تغيير سيارتها واستبدالها بأخرى حديثة. ملك دونت قصتها على صفحتها الشخصية في فيسبوك، وتقول إنها عندما خرجت من المنزل غاضبة وسارت في الطريق هائمة لا تدري وجهتها، شاهدت شابا صغيرا مصابا بتلف العصب السابع، الأمر الذي جعل وجهه يبدو مشوها بشكل غير طبيعي. وتضيف أنها كانت تنوي منح الشاب بعض النقود، فقد اعتقدت أنه يتسول، لكنها اكتشفت أنه يقف في الميدان يبيع بعض الأشياء الصغيرة لينفق على نفسه. وجدت نفسها تجلس بجوار محمد وتطلب تناول الغداء معه، وعقب الغداء سمعت منه ما جعلها تنسى ما حدث لها مع والدها وتتذكر نعم الله عليها. وتتابع ملك أن الطفل الصغير روى لها أنه كان مريضا بالغدة وهو صغير، وذهب لطبيب شهير لإجراء جراحة له، لكنه تعرض لخطأ من جانب الطبيب أدى في النهاية لقتل العصب السابع، ما أدى لتشوه وجهه. نشرت ملك تدوينتها، وخلال ساعات كانت تعج بها مواقع التواصل الاجتماعي، ووصل عدد المشاركين لها إلى 33,000 ومئات الألاف من التعليقات، وتوالت الاتصالات على ملك. وخلال ساعات قليلة قامت بتحديث تدوينتها، وقالت إنها تلقت أموالا كثيرة لتدبير نفقات العملية الجراحية لمحمد، وأنه سيجري الجراحة خلال أيام بعد الانتهاء من تدبير المبلغ الذي طلبه المستشفى. تحرص صحيفة الجارديان البريطانية على نشر صور ساحرة من كل أنحاء العالم، وما يميز صورها نطقها دون الحاجة لكلمات. صورة واحدة تعادل آلاف الجمل والعبارات. نتابع بعضا من هذه الصور في جولتنا المصورة. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتور. إلى اللقاء.